انت عندك قهوجي بس النهاية تقلب قهوجي يكون سيناريو حلو انك هو فارس جاي يمثل على انت فارس اي طيب اي انت فارس دقيقة انت فارس جاي على انك قهوجي يا ولد حتى عليها خلاص خربتي انت قهوجي بس النهاية بتكون بطل لا لا والله انا فايز ما اصير قهوجي لا ابى اقول لك شيء نذير نفس ما قلنا اول شيء نذير لا لا انت انت بطل بس طيب. تمثل علينا انك قهوجي تلعب علينا احنا إيه. ونهاية الفيلم تلعب بس احنا ما لا تحرقون تلعب على الشيخ ومعاون الشيخ والريس نهاية الفيلم انت غدي على ما قال بهاد والله ثم والله يا ولد انتم شادينها في الشمع رابطينها في الشمع وشادينها انا قهوجي انا بطل لا والله عليك والله عليك منو فيني يعرف يسولف بالمسلسل انا انت والله من جنبها قوم كم اصبر ما قاعد تصبر تقول ايه طيب شلون فارس وحاط تقويم شلون يجي شلون قال هذا مو بوقتك يا بس لا والله مو بوقتك صراحه انا مو براي انت تقول سلطان الميلي مو براي طيب انت البراي طيب خلي شنو بختار صوتك تقول يلا تبي صدق خلنا تقول ما يصلح فارس لابس تقويم قهوجي مركب سنون هوليود ما يصلح ايوه بدله خلاص مدري انت القهوجي وهو الفارس لا لا والله ما فك انا بس قهوجي طيب وقف وقف خله مع اللي صفقوله ولا انا ماني بحوله طيب خلوه نذير منو يلا الرجال ذا ايوه طير نذير شوف طير يعني ما فعل انه غير ذاك انه غير خلاص تبي تصير نذير ايه نذير القهوجي نذير ولا منذر دورين ادخل دورين دورين يا غبع شوف دوك كومبورس صد تنذر زين قول الله عاد اسالك سؤال مشعل توك ما بطلان لذا الحين لا والله من ذاك اليوم تقول تم ومثلنا الدور ما كملت وما كملت كملت والله انا كملنا مشعل خلينا نسوي بروفات مرتين لا لا ما سوينا من اللي جاك وقال لك افا تصير قهوجي من اللي غير مخي والله خلاص انا قهوجي تاخذ دوري وشو؟ ما يركب الشيخ. انت الشيخ يا ولد هذه مسرحيه هذه مسرحيه مش لا تخرب على اخوياك انا باخذ حصان بس انت تخرب على مسعود انا مش انا باخذ حصان تاخذها العنه وبعد طيب ما تفرق لو اني نذير عادي واحد منهم لا لا علمك علمك قال ما انه بيطلع قبل اربع ايام بس خايف يقولها في البث قولها ايش اللي بيطلع ابراهيم اليوم شوف انت تدري من قال يقول بس شوف انت لا بس ما بقولها على الكاميرا خاف يطلع صدق لا لا قال مسعود امس ثلاث مرات اتحداك ان طلعت انت وشعورك ذا انا بحط شعورك فوق تحت ابقى لك حي ذا العين انا باخلف حقواتك لا لا متسلق يا فزالة المجتمع انت ما خربت البلد انت واشكالك انت سبب كل المشاكل اللي تحصل في المنتجع وخارج المنتجع طيب تكفى شباب ذهبت الى جده ايوه وذهبت الى بيشه وخربت وانا كبت هذا 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 كان مقصر ثوبه ما تعدى المسجد من يوم تعرف عليك الله لا صار زاحف يطير الله لا يوفق العدو لا انت من انت انا سعد الشهري ونعم من جده مالك زول اسمع الزبده عدم ايش رايك طول لا 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 والله والله انك طولت لا والله انك طولت خلاص خلونا نذير يا اخي ليه ما تصقوا ايش فيها فيها عيب قصير انت يا انا عشان ما غير من جديد انت كذا شديتوها انت اذا صار نذير يدخل علينا ويشبون طيب يا يدخل عشان نجرب بعدين خلاص انا مو بس قهوجي مو بس خي اجيك كذا اقول يا شيخ يا شيخ مركب تقول يا شيخ يا شيخ القوم خلوه يلبل ما يصلح وجه والله خذ البل فدوه جو جو ما يصلح ليش لا 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 طيب راعي الحلا راعي البل ايش تفرق طيب هذه ولا هذه انا علمك انت مع البل خذوها روح نلبس يا عمي روح نلبس ملابسنا دقيقتين بس دقيقه والله جاب خلنا نضبطها بس خلنا نضبط الموضوع عشان نلبس يقول بناديكم اسمع لا انا امون على الجمهور يا جمهور غمضوا كلكم راح نسوي اي والله تسكوا ذا عشان حطوا ميوت تعال خذ التلفزيون شكروا ذا اسمع ايوه انت راعي البل مضبوط طيب جاكل واحد على شوفه دقيقه هم جاكل قوم مضبوط اي جوك تجينا نطلع لا دقيقه خلينا نطلع القصه طيب مطلع القصه يكون جالس معاكم الشيخ معاون انا نسيت اسمعكم انت خلف اسمع تبون تقول اسمع لا 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 اسمع خلينا نقول اسمع عشان ما يدرون من اللي حلو خلاص ديب دياب دياب ديب ومنا طيب لا منا ملاهي هيف هيا 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 شو اسمه ذا شو اسمه ملاهي
ملاحي ملاحي طيب اسمع ملاحي ملاحي يجي من عند البل يجلس عنده تقول انت بتكون في نقاش لا تمد اسمع يجلس عند خلف ايه يقول خلف شعلوم البل يا ملاحي يقول البل طيبه يا عم طيبه ايوه عند يكون فيه ربكه ايوه عنده مصيبه ذا بطن حل مضبوط مضبوط مطلع القصه مطلع انت وياه هو معك مطلع بدون لا تقول بدون مطلع خلاص